الفجر بحلف بالله واقسم بالله انه لم يقل الكلام هذا تماما. وانا الحقيقه يعني قوه الكره السعوديه ورد على كل من شكك في ذلك من الناحيه الاسيويه، كره ملعوبه واسماعيل عجمي على اليمين، ياسين البخيت على الايسر كلاعب وسط، عبد الله المطيري يلعب، التي ساستفسر انا ما بينها تدخلات على طول توصل لكريستوف فراغراند هذا فرنسي مسلم على اللي فيش بيكلف 40,000 ريال، شعار باخلاص كبير جدا وانتهى الوفاء لل على يمين ناحيه اليمين ماجد محمد مهدد بالايقاف من فريق نجران عنده انذارين ولكن هذا خطا لصالح نجران لصالح نجران. برافو يا مشاري، برافو ابو فهد، يحجبني لما يكون قريب للموقع الخطا للحدث، اللياقه مهمه جدا، تقسيم الملعب بالنسبه لهذه في الحسبان هذا معطينا اياها بكل تجمل، المرتده اذا كانت سريعه وباقل مجهود وباقصر طرق تكون مفيده ولكن عندما تكون بالباصات القصيره العرضيه هي راحت خطورتها، هذه مباراه توصل لهذا الحد بدون اهداف. كريستوف البخيت كان في دفع غير مقصود لانه هو على اللقطه. ايقاف الدوري في اكثر من مناسبه او في اكثر من مره خلال 11 او خلال 10 خاصه انه هناك 10 دقائق فقط مرت من زمن شوط المباراه الاول، ملعوب الكره، نواف العابد يحاول لكن تدخل السعودي المحترف. كان موجود كريستيف بوروندان سليم بالكرات الخطيرة على هذه المحاولة أمامية إلى يوب يونغ سو لكن يخلصها بهدوء أيضا كريستوف بوروندان طويلة الكرة في الأمام محاولة كرة من كريستوف بوروندان عالية للناحية اليمنى إلى ربيع الموسي عز الدوسري عبد العزيز بالتمرير وزي لوبيز والكرات السريعة لك سلطان البيشي كرة في الأمام إلى أيوب يونغ سو كرته مقطوعة من كريستوف في شوط المباراة الثاني كرة ملعوبة إلى وزي لوبيز وزي لوبيز يحاول إعداد عداوي هنا يتقدم الفرنسي كريستوف غوندان ضيعة لأحمد غزات تتخلص وتعود لغوندو بالتسديدة في منتصف المرمى ولكنها تعتلي عارضة مرمى الهلال وتخرج إلى خارج أرض الملعب وإلى ركلة مرمى لصالح الهلال طبعا الإعادة شوف الكرة المرتدة إلى يبدو هو البديل الثاني لأنطوان كومباري حكم المساعد الثاني السيد وليد البعيني